في هذا الجزء. سعيدة باستقبال ألفة الحمدي رئيسة الجمهورية، رئيس حزب الجمهورية الثالثة. أهلا وسهلا بك، مساء النور. ربي فضلك يعيشك، وشكرا على الاستضافة، وشكرا للمستمعين الكل. شكرا لك. آخر مرة استقبلتك فيها ألفة الحمدي حكينا على الأوضاع، حكينا على الأزمة الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، أعطيتنا منظورك للحلول. من اللي جيتنا وقتها لتوا شنو اللي يتبدل ألفة الحمدي؟ كيفاش تشوفي تطورات الوضع؟ هل إنه الوضع اليوم ماشي نحو الانفراج؟ هل إنه الأزمة ربما تعمقت وتعمقت أسبابها؟ كيف تنظر ألفة الحمدي إلى هذا المشهد المتنوع اليوم؟ أولاً ربي يحمي بلادنا وربي يهدي الناس كل توانسة، كلنا توانسة، واللي يجمعنا أكثر من اللي فرقنا. شوف، هو حاب نشكرك مرة أخرى على الاستضافة. مرحبا. سيدي، نتأسف أنا وقت اللي كفاءة وطنية كيف ألفة الحمدي اللي في التواصل منظومة الدولة الوطنية في ظرف آخر، كما كنت نعمل قبل، كنت نحاضر في معهد الدفاع الأعلى في المدرسة الحربية، فبش نعطي رأيي في الوضعية السياسية والاقتصادية هذه اللي هي خطيرة برشا. نورمال ما كفاءة كيفي تمشي تحكي في إطار سري كونفيدنسيال في المجلس الأمن القومي مثلا، فنتأسف كي أنا ككفاءة وطنية لازمني نجي لبلاتو تلفزة باش نوصل رسائل معينة. علاش؟ على خاطر بلادي. علاش مجلس أمن قومي؟ علاش تمشي للإكستخام ألفة الحمدي؟ شوف، من اليوم إصلاح البلاد هذية وبلادنا حسب التجربة اللي شفتها أنا وحسب تقييم موضوعي، عملية مش سهلة. كما يقول رئيس الجمهورية، هي حرب، يعني فيها مقومات الحرب، وبالتالي الكلام اللي باش نقوله اليوم واي كلام باش نقوله سياسي واقتصادي واجتماعي من هنا للانتخابات الرئاسيه الجايه، نحب نقول اللي هو تحت طائله الفصل 14 من دستور الجمهوريه التونسيه لسنه 2022، اللي يقول انه الدفاع عن حوزه الوطن واجب مقدس على كل مواطن. وانا اليوم اللي نعملوا فيه مشروعنا السياسي، مشروع الجمهورية الثالثة، يمثل وقاعد يخدم باش يحط على الطاولة متاع البلاد كرسي للي ما عندهمش كرسي في البلاد، الشباب، القطاع الموازي، القطاع الخاص اللي يخدموا ب 400 و 500 و 800 دينار، الناس اللي ما عندهاش أكسي للمنظومة المالية، و و و و الأمهات اللي في الدار، المتقاعدين اللي نحولهم في فلوسهم غير ما يشاوروهم، الناس اللي قاعدين يطردوا فيهم بالقطاع العمومي من غير ما يعطوهم حقوقهم، قاعد صايره تو. هذوما الناس هذيا راني قاعد نجيب في كرسي على الطاوله ليهم، والعمل هذايا هو تحت طائله الواجب المقدس، وبالتالي الفصل 14 يحمينا بدستور 2022. للناس اللي خاطر فيها فيفري 2021 وقت اللي شديت الخطوط التونسيه وبديت نصلح ونجحت في الاصلاح، تم الاعتداء عليا لفظيا، جسديا وغيره. وقتها ما كانش عندنا الفصل هذا، وبالتالي للناس اللي شافت توا قوتنا السياسيه بدات تعطي في مفعول، نحب نقول لهم، خاصه الناس اللي هي تترصد ولا الصراع الايديولوجي القديم اللي احنا نحبوا نتجاوزوه واللي نجم يلتجئ الاساليب ملتويه، نحب نقول لهم خموا، ألفة الحمدي جند من جنود الوطن، وأعضاء حزب جمهورية ثالثة جنود الوطن هذوما. يظهر لي احنا اليوم مش نحكيو على شخص ألفة الحمدي، خاطر اللي يسمعك اليوم ألفة الحمدي قول ألفة الحمدي جاية لغوديفو نوف مثلا باش تعمل حملة انتخابية، ألوغ احنا أنا سؤالي ليك في البداية كان بعيد كل البعد عن هذا. مثلا لو ننطلق من كلامك انك تقول لي تستند الى هذا الفصل الموجود في دستور 2022 وتشير الى بعض المشاكل الموجوده، مثلا كي تحكي على المؤسسات العموميه، اليوم ثم شكون طرد تعسفيا من المؤسسات هذه، ثم ملفات انت على علم بها واحنا ماناش على علم بها، شنو تقصد ألفة الحمدي؟ طبيعة يعني امشي للبياج الاخر نتاع قابس غاديكا، سالي الشباب اللي بيعوا غاديكا يبيعوا في التاي وفي الوحده، قول لهم شكون طردكم من الجهه هذيك. لا لا، دي شوفي باش نعطيك حاجه، اليوم خرج خبر في اورو نيوز، شو يقول الخبر بالبند العريض؟
بعد ما خرج في بلومبرغ 3 أو 4 أيام التالي وتم بالطبيعة اتهام الرئيس قيس سعيد بش أنه سيستحوذ على البنك المركزي. اليوم خرج أرتيكل واحد آخر، مقال آخر في أورو نيوز، شيقول بالبند العريض، يقول الاستثمار في منظومة قيس سعيد ليس استثمار في أمن واستقرار المنطقة. أنا البارح ذكرتها في منصة عالمية أخرى باش نعاود نذكرها اليوم، يعني المصالح التي تتضارب مع مصلحة الشعب التونسي وبالتالي تتضارب مع مصلحة يعني ومشروع إصلاح البلاد هذية، بعد ما أثبتوا ولا حبوا يثبتوا أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد فشل اقتصاديا، اليوم يحبوا يحطوه في خانة الفشل الأمني. بعد اللي اليوم هذه في أورونيوس تخرج لي اليوم، أنا عملت نداء رئيس الجمهورية، قلت له إجا للوسط، قلت له أرجع للوسط اللي هو وين موجود أغلبية الشعب التونسي، تخلص من التطرف السياسي، راهو الحزام السياسي اللي عملته حزام ناسف. إيش معناها حزام ناسف؟ حزام ناسف، حزام تاع إكستريم. ما عندوش حزام رئيس الجمهورية، وعمره ما خرج وقال أنا عندي حزام. نتاع إكستريم. ودايوغ أكد في أكثر من حتى حد يقول ما يتكلم باسم. ماني قلت حتى اللي يحضروا دايوغ مساندين يقول لك إحنا من مبدأ مساندتنا لهذا المسار مش بتنسيق مسبق وما إلى ذلك أو باتصال مباشر. ريحتك تبدأ عندها أرض وإحنا بلاد فلاحة ونورمال مورانا قوة فلاحية. اللي ما يزرعهاش تطلع له فيها العشاء بالطفيلية. يعني اللي ما يعملش حزام سياسي بفكرة ويختار هو ويترجم المشروع الاقتصادي اللي يحب ورؤيه يحب يعملها البلاد، يجي حزام سياسي ما اختارش هو. الحزام السياسي كي ما تختارش انت، فما ناس اخرى عندها الفلس تخدمه وقت وين تحب. هاو عن ثم مرة برلمان أنا عمل منتخب ومعظم الذين شاركوا في هذه الانتخابات التشريعيه هم داعمين لرئيس الدوله. والله عندي رساله للبرلمان، جماعه البرلمان نحب نقول لهم حاجه، بالفصل 82 لا يمكن الجمع بين عضويه البرلمان وعضويه مجلس الجهات والاقاليم. يعني يا جماعة رأي الفترة الاستثنائية ما زالت متواصلة في البلاد حتى لين يطلع مجلس الجهات والأقاليم، فالناس اللي تحب تسكر الفترة الاستثنائية وتحب تولي هي فرانات للسلطة التنفيذية اليوم اللي حشنا بها باش نعدوا قانون ونخدموا بقانون طوارئ اقتصادية واجتماعية باش نجموا صلحوا البلاد، نحب نقول لهم راو إذا حبيتوا تستحوذوا على السلطة التشريعية ككل ألوركو أنتم تمثلوا جزء فقط من السلطة التشريعية ستصبحون برلمان غير دستوري. بالدستور هي وظيفة تشريعية مش سلطة تشريعية وظيفة أو سلطة وانت تستحضري في الدستور 2022 وقليل البلاد هذه كما نجموا نعدوا وقتنا نحكوا في الخزعبلات القانونية ولا نجموا صلحوا البلاد وندخلوا في الإصلاح الحقيقي للمؤسسات العمومية. هاو جايينها مهم جدا ألف الحمد، شوفش اللي انت قاعدة تعمل في عدوات الآن تقريبا منذ وجهت لك السؤال وانت كل مرة تحكي لي على طرف بعينه إلى درجة أنك مثلا أمس في تصريح إعلامي لك أغضبتي اليسار يوسف ألفة الحامدي وكان جاوبك حتى اليوم الأمين عام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر على قولك بأن اليسار انتهى وكأنك ماكش معترفة به وجاوبك ويقول لك التاريخ يعيد نفسه في شكل مهزلة مرات. كيف لألفة الحامدي أنها تنفي دور اليسار أو وجود اليسار اليوم في تونس وحتى نضالات اليسار السابقة إذا كان نرجع للتاريخ التالي؟ اليسار ديما متغشش وقتاش تفرح فرح ديما متغشين اليسار. شوف المنظومة الاقتصادية في تونس المنظومة هذه لازم تتبدل باش نجم تجيب استثمارات. نعطيك مثال، اليوم احنا مثال مشروعنا نحبوا نعملوا شبكة مترو تحت تونس الكبرى، هذا مشروع يتعمل سي ان غون بروجي، مشروع كبير، شبكة متروات كما في باريس وكما في بلدان أخرى على 10 سنين. مشروع كيما هذايا بيخدم لك مينيموم ما بين مهندسين وخدامه ويد عامله وعمال حظائر وكذا تعلق مينيموم 10,000. كي باش نعمل مشروع على 10 سنين باش نجيب الاستثمارات، انا اليوم وين الضامن في البلاد؟ ولازمني ضمان. شكون اليوم ينجم يضمن في البلاد لمده 10 سنين؟ شنو دخل هذا سؤالي على اليسار او عن موقفك من اليسار ألفة الحامدي؟ ما يصيرش، ما ثم خيط رابط بين الاسئله والاجابه. يا قلبي يا شو انا نقول لك حاجه، عندي ياسر عيله، عندي عيلتي كلها في اليسار، هي راه خاطر انا خرجت عيلتي خرجت من اليسار. ف كيما نقولوا نعرفوا بعضنا، مشروع اليساري في العالم ما عادش يجيب فلوس هي الصين. الصين مشت للراسماليه، الصين روسيا
ماشيه للراسماليه، مازال كان تونس تحكي بمنظومه اليسار والاشتراكيه والواحد، ما عادش تجيب فلوس هذيا، اليوم هاوش عندنا اليوم في بلادنا شنو لازمنا؟ لازمنا مشاريع كبرى. في نضالات كامله راهو لطرف نضالات يعني نعملوا عليها وثائقي في لطرف جيوغرافي معناها، نعملوا عليها وثائقي سامحيني، شنو تحبني نعمل لهم انايا؟ يا اخي جيلي ما عادش عندنا وقت نضيعوه. ما عادش جيلي ما عادش عندنا وقت نضيعوه. انت اليوم شاب انت اليوم شاب. في الخمسة وثلاثين، في الثلاثين، في الأربعين، لعملت كرهبة، لعملت دار، لعملت عيلة، ما فماش رؤية في البلاد، ماشيين عارفين وين ماشيين. اليوم فما شباب يبدا في الدار بالأورديناتور بالتجارة الإلكترونية بغير النجم يعمل 50 مليون في الشهر وما يدور بحتى عبد، هذوما لي نوفو غيش نتاع تونس اللي نورمالمون يطلعوا، ما يعبر عنه بالمصعد الاقتصادي لاسونسور ايكونوميك. شنو بقى انايا في بلاصه ما بلادنا الناس الكل تحكي في مشروع اقتصادي يخلينا نتنفس ونخلق ثروتنا؟ شنو قد انايا نحكي منين باش نجيب له التمويلات؟ هذا المشروع الاقتصادي اليوم ازمه اقتصاديه، اليوم ازمه في الماليه العموميه، اليوم اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي مازلنا لم يتم الامضاء عليها من اجل الحصول على هذا القسط الاول، وبالتالي يفتح الباب امام اتفاقيات تمويل ثنائيه مع شركائنا. والله على فكره مش صحيح الناس الكل عملت معها دواترة، مثال كيما انا ماني عملت نداء رئيس الجمهوريه قلت له اجى للوسط الحق ما جانيش هو، اما انا جاني سعد الكافي اللي صحيح هو مرشح لي معناها المال القديم في تونس معناها شو معناها جاك فاضل عبد الكافي؟ انا اليوم خرج تقريبا خذا معناها تكلم في تبنى مشروعنا الاقتصادي ومشروعنا الاجتماعي ومشروعنا السياسي كامل. سامحني الفا راه ما مشيش المشروع ما كملتش هو راه تقريبا عنده اربع سنوات فاضل عبد الكافي يحكي على موجود والاتحاد العام تونسي للشغل انت تحدثت على انه وحكي على الدول تاع سميك وتحط فيه من قبل مع بعضنا تبقى مش نخدموا مش نخدموا لا كوميونيكاسيون انا راني ماستير في الكوميونيكاسيون جو كوني بيان سكو فو فيت راه مدام الفا راني جو كوني بيان سكو فو فيت سي دو لا كوم وانا نعرف هذا سي ان بو لا كومباني الكتورال مقنعه نجموا نقترحوا ليه شوف مدام خلينا نكونوا واضحين مع بعضنا تتحدث على اسماء راهي تباشر في العمل السياسي في تونس منذ سنوات احنا الفا الحامدي عرفناها منذ سنتين وثلاثه وقت وقع اقتراح وزاره خارجيه ما عرفناش علاش انا ما هاني مثلا انا بدي ما كنتش نعرفك انا عرفتك انت جيت لتونس فجاه وكنت وقع اقتراحك من الاول وزاره الخارجيه وبعد سمعنا بك شديد التونسير ما عرفنيش علاش على اي مقياس اختاروك انت بالذات كان مش تحطوا منطق الشهيد العلمي انا واحد من اسقاري وعندي شهيد علميه عاليه زاده لما مش معناه نقترف لكن عندنا عديد الدكاتره اللي مضربين عن الطعام في وزاره التعليم العالي ما خدموهمش وشهيدهم تونسيه نعرفوا معناها شهيدهم من مصداقيه جي نقتر نلقاوك انت في تونسيا راك ما فشلتش خاطر عطوك لانك انت فون في با لو سونس دو مانجيرينغ سامحني فون با ما انت ما تعرفش تسير المؤسسه ما عرفتش تسير المؤسسه مش خاطر هما عطلوك انت ما عرفتش تسير المؤسسه ثانيا من الناحيه الاولى من الناحيه الثانيه تقترح في برامج سامحني كي تقول لي مترو انفاق في تونس الكبرى شنو هو اللي يعطينا كاضافه وقت احنا ماشيين في مشروع الرفير يعني سامحني شنو هو اللي تطرح الفا الحامدي يختلف عن الناس الفا الحامدي تتبنى في قضايا شباب مسكين مفقر معطل عن العمل وغيره كذا وكانها تجار مسكين الوضعيه مسكين مش هو الشباب ماهوش مسكين شباب الفا راني انا مش شباب راني اصغر منك في العمر انا اصغر منك في العمر انت مسكين وضعيتي مسكينه ونحن نتحدث على شباب وضعيته مسكين في وضعيته مش هو مسكين معناها ما نتعاملوش ما نتعاملوش انا عندي مشروع ريت كيفاش تو هذه المغالطات انت تحب تطرح روحك رئيسه مثلا للدوله وانت تتعامل بالمنطقه هذه ما تفرش بالاشتراكي والشيوعي ما تفرش تاريخ حزب حرر البلاد كما الحزب الحر الدستوري سميت قلت في مره في وسيله اعلاميه قلت اللي هو كان حزب اشتراكي وبعد حول الحزب الحر الدستوري وقت هو غالط راه هو كان حزب الحر الدستوري الجديد ومن بعد حول الحزب الاشتراكي معناها الفا الحامدي الظاهر موسى الحاج الحاج موسى لا مش موسى الحاج لانه شفت كيفاش ما عندكش قراءة للسياسة لأنه وقتها واقع ومن بعد الواقع وذاك راهو كي تحول اسمه الحزب الشراكي الدستوري تحول إلى نمط اقتصادي وسياسي معين دونك هذيك راهي ظرفيات عاشتها البلاد هذيك علاش أنت ما تنجمش تفرق ما بيناتهم في كل الحالات أنت لا التاريخ تعرفه ولا المستقبل اقترحت لنا حلول به يا مدام ألفا مع كل احتراماتي بالنسبة لمعهد الدفاع اللي تحدثت عليه راهو برشا يحاضروا فيه راهم برشا يحاضروا فيه مع الدفاع أنا عندي زميل صاحب صديقي محامي وحاضر فيه مع الدفاع مش حاجة إلا هذا شاب من الشباب لا اللي تحكي عليهم مدام ألفا أنا أتفاعل انا اتفاعل مع ما قلت وما انت تحب مبرغوم اللي صار مع زميل مريم بجرات قبل ولا وقتك مكفول خلينا نجاوب انت نتفاعلوا مع كلام تقولوا تحب تجي تخطب علينا ونقولوا هاو سي بون نسكت على الريح ما نتفاعلوا مع كلام قلته
انت الدماغ ما تنجمش تمشي مع بعض الناس، يمكن ما قراش وما عندوش شهيد معينين اللي اغلبيه انصارك منهم يعتقدوا في قامه وكذا، ما احنا قارين والحمد لله بشهيد وجامعي على سؤالك ما الذي ساعه اول حاجه ما رينالكش مؤتمر لحزبك وما نعرفوش تمويل حزبك منين جاء، ماذا بينا وكان تعطينا مصادر تمويل حزبك هذا، ما الذي يميز ألفة الحامدي في خطابها السياسي ولا برامج الاقتصاديه على غيرهم؟ راهو فضل عبد الكافي سبقك في البرامج الاقتصاديه تحط فيه قبل ما تجي انت، ولعلك انت اللي خذيت من برنامج فضل عبد الكافي وليس العكس. لا وقالوا قبل حتى من ولي وزير يعني فضلك معناها يمكن هي ألفة الحامدي خذيت من فضل، معناها شو اللي يميزك في الخطاب هذا؟ ثاني ثن ألفة الحامدي معناها، وهذا سؤال مهم جدا، لماذا وقع اقتراحك وزيرة خارجية؟ كيفاش نجم تفند؟ هاو باش نجيكم من الاخر، ما قاله السيد عماد الحمامي امين عام حركة نهضة، قال ألفة النهضاوي راي تعيين نهضاوي، ما الذي اليوم يؤكد لي انك انت ماكش غواصة نهضاوية تنشط في منطق حزب؟ وقع اقتراحي وزيرة خارجية خاطر نجم نجيب التمويل للمشاريع كما هي، حتى انا نجم نجيب وبرشا اطارات نجم يجيبوا، هذا غلط، ما تنجمش تكون من شنو يعني منطقة نجم تجيب؟ واضح لنا كيفاش ميسير، سامحني خلينا نفهموا كيفاش ميسير. يلا تفضل جاوب ألفة الحامدي. ترى مش على حاجة ملك، انت علاش استدعيتيني اليوم؟ لان نحكيو في انا في الاوضاع الاقتصاديه السياسيه والاجتماعيه، واللي نتمنى نلقى عندك اجابه ألفة الحامدي، لانه الى حد اللحظه ما خذينا حتى اجابه واضحه. خاطر الى حد اللحظه الاسئله كلها مرتبطه بالصراع الايديولوجي القديم اللي انا نغزلها في الريتروفيزور. هو عنده الحق باش يسال اي سؤال، راه ولا تسال الاجابه علاش نديتيني؟ وديجا هو اللي وجه لك الكلمه مش انا، راه ديجا حتى قاعدتك ظاهره ما تحبش تحكي معنا، ما تحبش تحكي مع الطرف. احترم ضيفه البرنامج، هذاك علاش مواجهه ما درتش بجنب. اما حاجه واحده، انا سالتك شنو يميز برنامج الاقتصادي جاوبنا فيه. خلي لك المجال انك تجاوب. تعرف شنو هو ارتيكل 4 اوف ذا اي ام اف؟ ارتيكل 4 دو اف ام اي، تعرف شنو؟ تعرفه ولا ما تعرفش؟ يلا قول لنا يلا. ما تعرفيش هكا ولا؟ انا قاري جيستيون راه. مال اخويا علاش؟ قاري جيستيون في الكومبيوس، شهادي معروفه في الكومبيوس، انا في جامعه تونسيه. فسر لي شنو؟ فسر لي شنو؟ نمشيو نثبتوا في شهادي العليا، انت قريت في امريكا ما نعرفوش شهادي. فسر لي شنو؟ الارتيكل 4 دو اف ام اي هو سياسيين اللي انت ماكش غواصه نهضويه. وطمني اقتصاديا شنو البرنامج اللي تميزك انت؟ ما سرقتش برنامج فضل عبد الكافي ولا في برنامج واحد وجيت تتبنى في برنامج سكول بتاعك انت؟ جاوبك ونمشيو فاصل. يلا تفضل ألفة الحامدي. اليوم لازمنا وزيره ماليه ولا رئيسه حكومه جديده ترجع للصندوق النقد الدولي في بلاصه 1.9 بليون دولار هذيا اللي باش ناخذوها، لازمنا نطلبوا سته. اي باهي، وفي السته هذوما لازمنا نقدموا مشروع للنمو. كيفاش باش نعملوا 7% ل 2027؟ علاش سته ألفة الحامدي؟ فسر لنا الرقم هذا. باش نجيك ما خلينا نكمل الفكره. هي جايتك راهو الريبونس، هي حاجه باهي كي تسالني على حاجه انا باش نقولها. راه باهي، لازمنا نقدموا مشروع كيفاش باش نعملوا 7% في 2027 نمو، خاطر النمو هو اللي باش يخلينا نجموا نخلصوا القرض. باهي، خاطر كي نمشي ناخذ انايا قرض ما يزينيش باش نعمل حد شيء، سي ريان باش نتدين ما نعمل حد شيء، لازمني ناخذ فلوس باش نجم انايا نرجع الاكسجين في البلاد. باهي، القرض هذا شنو هو لازمه؟ لازمه فما زوز دول اخرى لازمها تحط فلوس اكثر من اللي هي واعده بها، فرنسا وايطاليا. فرنسا سفير فرنسا وعد 200 مليون دو دولار، ما يكفوش، هذوما جوست الفون دو رولمون تاع الشركات الفرنسيه في تونس، ما يكفيناش هذايا. فرنسا لازم تحط اكثر وعندها القابليه باش تحط اكثر في الاستثمارات الكبرى. وايطاليا عندهم 500 شركه طليانيه في تونس، وعندهم السوجي تاع ليميغراسيون مقلقهم، دونك ينجموا يحطوا اكثر. لو توتال نجموا احنا من هنا لاخر العام اون بو سيكوريزي ان باكيج دو 11 بليون دولار، نجموا برنامج صحيح وبحكومه صحيحه. باهي، شنو باش نعملوا فيه البرنامج هذايا؟ 11 بليون دولار راه ما يفهموهاش. ما تتوجه لجميع الفئات، ميسالش خليها ترجم هي، ميسالش. لا ميسالش، ما الشعب التونسي يفهم. ولا ناكد لك اللي ثم عباد ما ثقافتهم ماهيش انجليزيه ألفة الحامدي. ميسالش فيهم برشا يفهموا. داير احنا نستحقوا اليوم اللي يشدوا البلاد ثقافتهم انجليزيه ومتفتحين على العالم. انت تتوجه للشعب التونسي اذا كانت تحرفك كبديل. باش نقول لك شنو الناس كلها تفهمك. خفز باش نقول لك شنو باش لازمنا نعملوا. فما مؤسسات عموميه اللي هي توا هزينها لثنيه الخوصه كيما ستيغ، هذيك راهي ممنوع الخوصه فيها، وهاني نقولها انا اليوم للناس الكل، الثنيه اللي ماشيين فيها نتاع ستيغ تخوصوا فيها؟ لا، ستيغ سي ان فلوران دو ليكونومي تونيزيان، ينجم يخدم في تونس وفي ليبيا وفي في الافريك الكل. وستيغ شركه نورمالمون راهي مربحه مش شركه مفلسه، دونك لازمها اوديت. شنو من المؤسسات اللي لازمنا اليوم نخوصوهم؟ اعطيك مثال. اليوم عندنا مؤسسة عمومية قاعدة تقتل في الشعب التونسي بالكونسير، عافانا وعافاكم الله، اللي هو الجروب شيميك.
الجروب شيميك اليوم لازم يتخصص بشرط انه اللي يمشي يشريه يحط الفلوس نحطها في اكبر مستشفى جامعي لعلاج السرطان في افريقيا وندخلوا فيه الكفاءات نتاعنا والطب نتاعنا والناس نجم تداوي افيك دي تاريف بريفيرونسييل تونيزيان للتوانسه. ولازم اللي باش يشري الجروب شيميك لازم يعمل سكون ابل انفايرمنتال ريفامب بروجيكتس، يعمل دي بروجي نتاع اعاده تهيئه بيئيه في صفاقس في جابس وفي قفصه. ريتي الاشياء القرارات هذيا ما نجمش يعملها اليسار كي يبدا شادد البلاد. خاطر اليسار مخهم مسكر في الجامعة. رجعنا اليسار، باهي مازلنا مواصلين معاك ألفة الحامدي، نمشيو لفاصل ثم نعود.